البحث المستمر عن تطوير البيئة المدرسية بدا الهم الشاغل لشركاء العملية التعليمية هنا في ولاية القضارف. فالتعليم جيد النوعية أساسه بيئة مناسبة تتجاوز محيط الفصل إلى سوح المدرسة، وهو ما كان محور اهتمام ورشة امتدت أسبوعا وشاركت فيها قطاعات عدة. خارطة الطريق للتعليم في المرحلة الانتقالية الذي أعدها الائتلاف السوداني للتعليم للجميع، التي تنقسم إلى 4 محاور: المحور الأول هيكلة التعليم، والمحور الثاني إعادة السنة المفقودة وإعادة المرحلة المتوسطة، المحور الثالث تمويل التعليم، والمحور الرابع قضايا المعلمين. الآن نحن بصدد تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج. التركيز كان بشكل أساسي على مرحلة الأساس، فهي عماد السلم التعليمي، لذا كانت البداية منها، وهو كما تقول الوزارة المختصة أحد أهم أهدافها. المدرسة جامعة اللي هي من حيث البيئة وتوفير كل الإمكانات والمعلم والركائز بتحت المجتمع ككل، اللي هي المعلم والمجتمع والدولة، اللي هي الدولة الركائز بتاعتها المجتمع والمعلمين اللي هو فيها، وايضا الرأسماليه برضه بتسهم فيها في انه نحن ندفع بتطوير البيئه المدرسيه وتطوير التعليم، وده ما بيتاتى الا بالشراكه بين هذه الجهات الثلاثه. وفعلا الحكومه الانتقاليه سعت لانه يكون هنالك مجانيه للتعليم. المشاركون في الورشه كانوا حضورا ذهنيا ومعنويا تجلى من خلال المشاركه الفعاله في حلقات النقاش والمساهمة في وضع توصيات تعزز من الغاية المرتجعة. تعليم للجميع، كل التعليم ناس ذات الحاجة الخاصة، والأطفال المشردين والأطفال في الحقول والأطفال المزارعين وفي الأسواق، مفترض التعليم ده يكون تعليم جامع لكل الناس. على ذلك لازم نكون بيئة مدرسية، هذه البيئة المدرسية تكون يعني متاحة للتعليم لكل هذه الشكليات الجنادي. وعلى مشارف بداية عام دراسي جديد مليء بالتحديات، تمثل مثل هذه الحلقات المتخصصة مدخلا مهما لتخطيط سليم يرتقي بالعملية التعليمية بيئة وتحصيلا.